شكرا ومرحبا بكم في قصر بلدية بالعاصمة. أكيد وأنه المرأة التونسية لديها عديد التحديات وتحديات كبرى. المرأة اليوم ربما لا نجد انعكاس لصورتها الحقيقية على مستوى الواقع في مواقع القرار في الحكومات في المناصب في مجالس الحكماء، وكأن النظرة لا زالت دونية. بالتأكيد إلى جانب المجهودات التشريعية واللي نص عليها الدستور بالأساس المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، لا ننسى كذلك أننا موجودين اليوم على رئاسة البلدية ونسبة كبيرة كذلك من المرأة موجودة في المجالس البلدية. أن تكون المرأة داعمة للمرأة، هذا من أحسن النصائح، لأننا عشنا هذه التجربة وعشنا تجربة الانتخابات البلدية، الانتخابات المباشرة والانتخابات الغير مباشرة، وأكيد استمعنا إلى عديد الأصوات ترتفع وكأن المرأة لا يمكن أن تكون شيخة مدينة تونس. أكيد نعمل على هذا وقدمنا عديد الأمثلة في سياستنا في بلدية تونس، منها أنه أصغر امرأة هي مساعدة لرئيسة البلدية، منه أنه 11 امرأة رئيسة لجنة في بلدية تونس، أي أنه ثمينا دور المرأة الفاعلة، دور المرأة المناضلة، دور المرأة التي تعطي ولا تنتظر مقابل، دور المرأة التوافقي، دور المرأة في حل المشكلات التي نعيشها، دور المرأة في تعديل المواقف. أن نؤمن بالمرأة، أن نقدم لها المزيد، أن تكون فاعلة وتؤمن بنفسها قبل ما تؤمن كذلك بالآخر مع إيمانها بالآخر. فالمجالات موجودة والعمل موجودة، ونتمنى أنه احنا أهدينا فوزنا لكل امرأة على إثر فوزنا برئاسة بلدية تونس بعد 160 سنة من الذكورية، وهذا يعتبرناه مكسب للمرأة التونسية، وهو سيكون أنموذج أو سيكون مثال وسيكون دافع لكل نساء بلادي، واللي كما قال الشاعر المرحوم نساء بلادي نساء ونصف.